طبعا الفراشات بدأت تتساقط امام اضواء ولهيب كاس العالم، واول فراشة كانت بتسقط هي المنتخب القطري الشقيق للأسف اللي خرج من البطولة قبل ان تبدأ وبخسارتين بسوء اداء غير طبيعي، بحاجة انا ما كنتش متوقعها، ويمكن كلنا ما كناش متوقعين ان الكرة القطرية تظهر بهذا الشكل السيء جدا، وخصوصا بطل اسيا المنتخب العنابي ما شفناش اي لاعب في الفورمة في الفريق، لا شفنا اكرم عفيف ولا المعز علي ولا هيدروس ولا اي حد كان في الفورمة بتاعته، ومنتخب القطري بيودع البطولة فعليا بعد خسارته امام المنتخب اسود الترنجة المنتخب السنغالي 3-1 في اداء مستمر من المنتخب القطري في الهبوط وفي السقوط بسبب ما احنا ما عدناش عارفينه ليه المنتخب القطري ظهر بهذا الاداء. انا في توقعي ان المنتخب القطري لم يعد معنويا بالشكل الجيد، يعني ده استحاله فرقه تكون جاهزه معنويا لكاس عالم، لحدث كبير زي كاس العالم على ارضها وسط جمهورها والبلد دفعه مليارات وتنظيم ولا اروع، وان شاء الله يتم على خير، وكل تحيه وتوفيق لدوله قطر على تنظيمها وكاس العالم. اذا انت خرجت في الكوره فانت لسه موجود باسم قطر، قطر اسمها يفضل موجود. لكن المنتخب القطري ظهر بشكل سيء جدا جدا، لكن خروج سقوط مروع، يعني انا ما يعني ايه السبب انا لا متاكد منه، ده لم يعد لعيبه مستهتره، لعيبه اتدلعت، لعيبه اتطبطب عليها زياده، لعيبه اتعمل منهم نجوم بسرعه، اللعيبه دي المفروض كان عندها تعرف قد ايه الحدث ده وتاكل وتغل بنفسها وتستعد كويس جدا للبطوله وتاكل زي ما شفنا المنتخب السعودي وحديث رينارد مع اللاعبين والمنتخب السعودي وسلمان الفرج ازاي بيكلم لعيبته. الفرقه دي كانت محتاجه كده، محتاجه قائد في الملعب يسخنهم ويشد من ازرهم، محتاجه مدرب حماسي يعني اذا اللعيب نزل مستواه معنويا او فقد التركيز يرجعه تاني للملعب. المهم المنتخب القطري بيودع رسميا، وطبعا خلاص المنتخب السنغالي فوز 3-1 وست رنجة بيتجدد امله، وخلاص كله قدامه الماتش الاخير، طبعا هتبقى هولندا وقطر، وانا اعتقد طبعا النتيجه هتبقى محسومه بالنسبه لهولندا، فهولندا بنسبة كبيرة جدا خلاص. لكن الماتش الثاني اللي هيبقى ضرب نار يعني بشكل غير طبيعي هيكون الاكوادور والسنغال. المنتخب الاكوادوري دلوقتي 4 نقاط بفوز على امام المنتخب القطري وتعادل مع المنتخب الهولندي، والمنتخب الهولندي ب4 نقاط بفوز على المنتخب السنغالي وتعادل مع المنتخب الاكوادوري. فطبعا المباراة هتكون صعبة، المنتخب الهولندي اكيد بنسبة كبيرة جدا هيكسب، هيبقى 7 نقاط بفوزه على المنتخب القطري، اللي اتمنى المنتخب القطري يعمل مفاجأة ولا نشوفه قدام المنتخب الهولندي، ولكن اشك في انه موجود لان المنتخب الهولندي هينزل ضغط، والمنتخب الهولندي مش هو ده هولندا اللي تخوف زي زمان. يا جماعة على فكرة مش دي هولندا تماما، مش دي الطواحين الهولندية، الى الان مش اداء سيء جدا، يمكن بعض اللعيبة اللي ساندة زي فان دايك واكي اللي عاملين شغل كبير جدا في دفاعات منتخب هولندا، لكن مش هي دي هولندا الى الان. فطبعا الماتش هيبقى 4 نقاط معانا هولندا، 4 نقاط الاكوادور، الاثنين ما خسروش، مكسب وتعادل، لكن السنغال اذا كسبت ب6 خلاص وصلت على طول، كسبت وصلت لانها هتبقى 6 نقاط، بغض اذا قطر اذا هولندا فازت هيبقى 7 نقاط، السنغال 6 وبيوصلوا، الاكوادور بتخرج بعد فوز وتعادل، لكن المباراه هتبقى طبعا الاكوادور هتلعب على المكسب، فالاثنين لازم هيبقوا ماتش ضرب نار، الاكوادور والسنغال ماتش ضرب نار. اسود الترنجة اللي انا شايف برضو مش هي دي السنغال، منتخب السنغال فرقه كبيره جدا، لكن انا حاسس ان ماني فرق جدا مع الفرقه دي، ماني كان بيديهم روح شكل تاني خالص في التشكيلات الهجوميه، ماني كان عامله مؤثر معنويا كمان مع المنتخب السنغالي. المهم ثلاث فرق بيصارعوا على مين هيطلع اول وتاني، هولندا والاكوادور والسنغال، وطبعا بره السرب خالص المنتخب القطري. وشفنا امس كمان المنتخب الايراني بيقلب الطاوله، وبعد ما كان خلاص متعادل وفي الوقت الضائع بعد طرد حارس مرمى ويلز، اللي انا شايفه مدرب ويلز يتسبب في هذا الموضوع، انت بعد ما فرقتك انطرد وفاضل خلاص 7 دقائق او 8 دقائق وقت ضائع، ارجع ادافع خلاص واطلع بنقطه افضل، وخصوصا انك كنت عندك تعادلين وهيبقى عندك امل كبير انك تلعب ماتش كويس ممكن تخطف في المباراه الثالثه ليك، لكن انت ضيعته بانفعالك بتقدمك. المنتخب الايراني نزل عنده رغبه، عنده بعد الخساره ب6 اهداف
امام المنتخب الانجليزي، لكن نازل عنده رغبه بيفوز. شفنا اكتر من فرصه ضاعت للمنتخب الايراني، في حماس في اراده عند اللاعبين، وده بانت جدا بعد طرد حارس مرمى ويلز اللي التدخل طبعا الاحمر مباشر. ارجع بقى دافع، وفضل 7 دقايق رص واطلع بتعادل، لكن للاسف كان بيهاجم، وكان بيهاجم بكثافه عدديه، وطبعا ده اللي استغله المنتخب الايراني في المرتدات، وهدفين في الدقيقه 7 وفي الدقيقه 7 والدقيقه 9 من وقت بدل الضايع، وبيتجدد امال المنتخب الايراني، وقدامه لازم يفوز في المباراه اللي جايه. المهم كاس العالم يا جماعه مولع، نتمنى التوفيق النهارده للمنتخب. طبعا المنتخب السعودي هيلعب قدام المنتخب البولندي، المفروض تكسب، انت طلعت بطل العالم، انت عملت انجاز تاريخي، لازم تكسب لانك تثبت للناس ان اللي انت عملته ده في ماتش السعوديه كان على حق وكان على مجهود منك، مش على ضعف من المنتخب الارجنتيني. هيقولوا ان المنتخب الارجنتيني كان بيستهتر بيك وانه ما ادكش حقك فعشان كده خسر، فلازم تكسب المنتخب البولندي. المهم هندخل ونحلل جميع المباريات ان شاء الله النهارده، ولان في مباراه جامده جدا النهارده ان شاء الله يا جماعه. المهم اذا عجبك الفيديو اللايك والشير والكومنت والضغط على زر الجرس، والسلام عليكم.